فكره سريعه انه لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا اللي دايما بنتابع فيها اهم واخر اللي اتقال عن اللعيبه سواء من صفحاتهم الرسميه وكمان من البيجز الخاصه بالانديه الكبيره. هنبتدي معاكم دلوقتي مع النادي الاهلي اكيد، وكمان عمرو السولية. كل النهارده اللعيبه كانوا بيتكلموا اكيد عن اصابه زميلهم محمد نجيب. هنبتدي مع احمد حمودي. احمد حمودي كتب على صوره على تويتر نشرها مع محمد نجيب: الف سلامه عليك يا حبيبي، ان شاء الله ترجع احسن من الاول. كمان على الانستجرام نشر سعد سمير صوره لي مع نجيب وعلق عليها وقال: الف سلامه يا نجيب، ان شاء الله ترجع بالسلامه. نشر كمان اسلام محارب صوره على الانستجرام وكتب: الف سلامه عليك يا حبيبي، ربنا يشفيك وترجع بالسلامه يا عم مصر المحترم. ميدو جابر برده نشر صوره على الانستجرام وقال: الف مليون سلامه يا نجيب، ان شاء الله تعدي على خير يا حبيبي. كمان احنا بنقول اكيد لمحمد نجيب: الف سلامة عليك وترجع باذن الله احسن من الاول مليون مرة. طيب نروح بقى دلوقتي الكابتن ايمن اشرف لاعب النادي الاهلي، واللي نشر كمان صورة على الانستجرام مع صلاح امين لاعب الجونة وبيهنيه فيها بعيد ميلاده وكتب: كل سنة وانت طيب يا هداف وعقبال 100 سنة. نروح بقى لصفحات محترفينا في الخارج، ونبتدي مع نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي، اللي نشر على الانستجرام صوره ليه من اخر تدريب لفريقه ليفربول قبل انطلاق دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا النهارده، واللي هيواجه في باريس سان جيرمان. كمان نشرت الصفحه الرسميه للفيفا على تويتر فيديو لهدف محمد صلاح الاول في دوري ابطال اوروبا في مرمى تشيلسي لما كان في نادي بازل السويسري، وكتبت: اول اهداف محمد صلاح في دوري الابطال كان في مثل هذا اليوم سنه 2013. كمان نشر احمد حسن كوكا على تويتر صوره ليه وكتب: مشوارنا في دوري المجموعات في الدوري الاوروبي ينطلق الخميس، تابعونا، تابعوا صفحه اولمبياكوس على تويتر وكونوا معانا في كل خطوه. عالميا بقى نشر ساديو ماني زميل محمد صلاح في ليفربول الانجليزي صوره على الانستجرام مع محمد صلاح وفاندك وجوميز من تدريبات ليفربول وقال: مع الاسود. طبعا يمكن الصوره دي ردا على الكلام الكتير اللي بيتقال عن انانيه ساديو ماني مع محمد صلاح في اللقاء الاخير. نروح بقى لدوري ابطال اوروبا اللي هيبتدي النهارده ان شاء الله، هيبتدي جولات دور المجموعات. الصفحه الرسميه لدوري ابطال اوروبا على تويتر نشرت صوره لمحمد صلاح ولساديو ماني من ليفربول ونيمار ومبابي من باريس سان جيرمان قبل طبعا المواجهه النهارده في البطوله، وسالت سؤال للجمهور: نجم الليله هيكون مين؟ طبعا اكيد محمد صلاح. الصفحه الرسميه برضو لليفربول على تويتر كتبت: الليالي الاوروبيه تعود للانفلد، لم يبقى الكثير. نشرت برضو صفحة بلاتشر فوتبول على الفيسبوك فيديو لنجوم بطولة دوري أبطال أوروبا، تعالوا نروح نشوفه دلوقتي. نشرت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة الأسباني على تويتر صورة للاعب كوتينيو وكتبت: بعد طول انتظار كوتينيو جاهز للاستمتاع بأجواء دوري الأبطال بتيشيرت برشلونة. زي طبعا ما احنا عارفين ان كوتينيو انتقل لبرشلونة من ليفربول الإنجليزي في يناير اللي فات، وما قدرش ان هو يلعب في دوري الأبطال عشان لعب طبعا مع ليفربول في نفس البطولة قبل ما ينتقل. كمان نشرت الصفحة الرسمية لنادي موناكو الفرنسي على تويتر صورة لملعب لويس الثاني واللي هتقام عليه مباراة الفريق مع أتلتيكو مدريد النهاردة، وكتبت: تعالوا مبكرا للاستاد لتجنب الزحام، ينصح بالحضور لملعب لويس الثاني قبل انطلاق المباراة بساعة على الأقل حتى لا تفوتوا بداية اللقاء. كمان صفحة أتلتيكو مدريد على تويتر كتبت: جاهزين لتحدي جديد في دوري أبطال أوروبا، قصاد موناكو النهاردة الساعة 9 مساء.
كمان بواتينج لاعب بايرن ميونخ الالماني نشر صوره لي من رحله الفريق للعاصمه البرتغاليه لشبونه لمواجهه بنفيكا وكتب رحله دوري الابطال تبدا المحطه الاولى لشبونه. بعيدا بقى عن دوري الابطال نشر النجم الانجليزي وان روني صوره لي مع ولاده على الانستغرام وهم بيحضروا مباراه لي مع فريقه دي سي يونايتد الامريكي. دلوقتي بقى نطلع لفاصل سريع ونرجع نستقبل معاكم ضيفنا الاستاذ محمد قطب الناقد الرياضي في اخبار اليوم.